ينضم إلينا عبر الهاتف من غزة طلال عوكل الكاتب والباحث السياسي. سيد طلال، ما النتائج التي حققتها زيارة الرئيس الأمريكي؟ بصراحة صفر، يعني هو تكبد عناء القيام بهذا الرحلة 16 ساعة أياما و 16 ساعة ذهابا لكي يقول بأنه يقف مع إسرائيل وأنه يتبنى الرواية الإسرائيلية بشأن المذبحة المجزرة التي وقعت في مستشفى المعمداني، ثم حركة لها علاقة بمقابلات ذات أبعاد عادية جدا، وعاد إلى الولايات المتحدة لأنه يبدو كل موضوع هو القمة التي فشل في الوصول إليها أو التي كانت مقرة في الأردن. بعد هذه المجزرة انسحب الفلسطيني وانسحبت الأطراف العربية مصر الأردن، وبالتالي أصبحت زيارته صفر مكعب. يعني كان بإمكانه من هناك يصدر تصريح يقول فيما يقوله، ويقول أيضا بأنه سيزيد المنحة الإسرائيلية إلى 10 مليارات دولارات، وهذا كان يكفي. وبالتالي يعني صفعة جديدة لبايدن باعتباره هو الذي يدير الحرب على الفلسطينيين وليس نتنياهو. نتنياهو وحكومته مجرد أدوات، طالما أن بايدن يأتي ويحضر مجلس الحرب وقبله بلينكين يحضر مجلس الحرب، ويعني يصبح كأنه عضو في هذا المجلس، وتمد أمريكا إسرائيل بكل شيء، بالسياسي بالعسكري هنا السؤال سيد طلال، هل كل حركات المقاومة في غزة تستدعي كل هذا التحرك الأمريكي؟ لا طبعا، هو الموضوع أكبر من ذلك. يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإن كنا سابقا تحدثنا في نفس الموضوع، كشف المعروف، خلينا أقول إنما قال إنه هذا مخطط يستهدف تهجير سكان قطاع غزة إلى مصر إلى سيناء، وبعد ذلك تهجير الضفة الغربية إلى الأردن. وبالتالي في هذه الحالة يهاجر السكان، تستفرد إسرائيل بالمقاومة، تمسحها كما أراد أو ادعى نتنياهو، والموضوع موضوع إزالة العقبة الفلسطينية كقضية كشعب أمام الهيمنة على المنطقة. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان صريحا في هذا الأمر، وصريحا في تمسك مصر بموقفها الرافض لكل هذا المخطط. وبالتالي الموضوع ليس موضوع فصائل المقاومة، موضوع أكبر بكثير من فصائل المقاومة. طيب، هل بهذه التصريحات التي حتى صدرت من الجانب الفلسطيني ومن مصر ومن الأردن وتم دعمها من جميع الدول العربية وجامعة الدول العربية، هل هذا الملف أغلق؟ أنا برأيي أنه هذا الملف أغلق، أغلق إلى حين خليني أقول، لأنه الأمر بدأ منذ وقت مبكر عندما يعني بدأت مرحلة الربيع العربي، وكان مطلوب تكتيك الدول العربية الرئيسية، ومصر أفشلت هذا المخطط ولم يستكمل، مع أن كثير من الدول العربية تهشمت، ولكن مصر أوقفت هذا المخطط. الآن كان عنوانه الفوضى الخلاقة والشرق الأوسط الجديد، الآن يتحدثون عن الشرق الأوسط الجديد وتغيرات جغرافية. ما هي هذه التغيرات الجغرافية؟ تبدأ من هنا، من إزالة القضية الفلسطينية والدولة الفلسطينية كما كان يقول شارون في ثمانينات القرن الماضي هي في الأردن، وبالتالي هذه التغيرات مطلوبة. الآن فشلت، وبالتالي عاود الرئيس بايدن في على الساعة الخامسة قبل أن يسافر، وعاد وطرح موضوع حل الدولتين مقابل انخراط إسرائيل واستيعابها في المنطقة العربية. هذا الشعار بيودينا للشيء الرئيسي، لماذا أجت الولايات المتحدة بكل هذا القوام والدعم العسكري، هم موضوعهم بايدن
يحتاج إلى ورقة التطبيع السعودي الإسرائيلي، ومحتاجها في السباق الرئاسي، وبالتالي هنا ورا الجديد. ولكن من الملاحظ سيد طلال، يعني هذا هو اليوم 13 لهذه الحرب على غزة، لم تدعو أي دولة غربية إلى وقف القتال. لا، ما هو يا عزيزي طبعا إن شاء الله الوقت بيسمح. نحن غزة وما يجري هي واحدة من فصول الحرب العالمية، بمعنى أن الولايات المتحدة وتصطف خلفها أوروبا بسرعة، يعني الكل ينتظر الموقف الأمريكي ويصطف خلف الموقف الأمريكي وتقاطروا جميعهم على إسرائيل. لماذا؟ لأن مطلوب إغلاق منطقة الشرق الأوسط أمام النفوذ الروسي وأمام النفوذ الصيني الذي يتقدم. ما إحنا بعدنا نتذكر يعني قرارات مجموعة العشرين في الهند والخطوط المرسومة لفتح طريق من الهند إلى الإمارات إلى السعودية إلى الأردن إلى إسرائيل إلى أوروبا. نعم. وبالتالي هناك مشروع يتعلق بالشرق الأوسط، هذا هو إعادة الهيمنة على منطقة الشرق الأوسط. نعم. وباستخدام إسرائيل كسلاح، شركة أمنية يمكن أن تؤجر معداتها ودورها إلى الدول العربية الخائفة، يعني المشروع هذا هو. لذلك مثل ما اصطفوا ضد روسيا في أوكرانيا هم يصطفون الآن من أجل إلى جانب إسرائيل من أجل تنفيذ مخططات لإنهاء القضية الفلسطينية. نعم. السيطرة على المنطقة العربية، هذا هو الأمر. نعم، شكرا أستاذ طلال عوكل الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من غزة.